السلام عليكم. تفاصيل كيكة أو باي الفواكه اللي هو الآلو والزبيب بأسهل وأنجح وصفة بمقادير كلش بسيطة ومتوفرة. تابعوا كل الخطوات اللي سويتها إلى نهاية الفيديو. هسا بعد أن حضرنا خلطة الكيك اللي مقاديرها مذكورة بصندوق الوصف، نصبها بقالب دائري مدهون بالسمنة ونساوي الوجه. هسا بعدها نبدي نضيف الزبيب بشكل دائرة. أنا سويت دائرتين من الزبيب، وأهم شي يكون الزبيب منقوع قبلها بيوم. وبعدها نضيف شرائح الفواكه اللي هو الآلو الأسود. بعدها نضيف فتات الدقيق المخلوط مع السكر والزبدة والفانيلا والقرفة، نرشها على الوجه. وبعدها نضع القالب الكيك في الفرن الحار لمدة 20 دقيقة. وهذا هو منظرها بعد الشوي، زينتها بالسكر المطحون، كلش لذيذة، جربوها. وكل المقادير موجودة بصندوق الوصف بالتفصيل. والف عافية، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.